بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا طبعا قبل رمضان بدأنا الشرح في القضية أو في تعريف القضية، وعرفنا مطلق القضية، واليوم إن شاء الله بناخد تعريف القضية الحملية وأقسام القضية الحملية. فالقضية الحملية القضية بتنقسم إلى حملية وإلى شرطية. الأول معنى تعريف القضية الحملية، والقضية الحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه من غير اشتراط، يعني لا يكون فيها اشتراط. فإن كان فيها اشتراط تكون القضية شرطية. فإذا القضية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية. فالقضية تسمى حملية لأن المحمول فيها بيحمل على موضوع. فإذا قلنا مثلا محمد ناجح، فعندي محمد هذا موضوع القضية، وناجح محمول بيحمل على الموضوع، يحمل على الموضوع. لذلك سميت حملية من باب حمل وصف المحمول على أفراد الموضوع، لأن القضية الحملية دائما بنأخذ من الموضوع فيها الأفراد ومن المحمول المفهوم، فنأخذ مفهوم المحمول على أفراد الموضوع. أنا ذكرنا فيما قبل أو فيما سبق أن كل لفظ كلي له مفهوم وله مصدر. فأنا عندي مثلا الإنسان حيوان، الإنسان له مفهوم وله مصدر، والحيوان له مفهوم وله مصدر. فمفهوم الإنسان حيوان ناطق، وما صدق الإنسان محمد وزيد وفاطمة وخديجة اللي هم الأفراد، أفراد الموضوع. طيب، وحيوان مفهومه حساس يتحرك بالإرادة. طيب، وأفراد الحيوان أنواع، أفراده أنواع، ما صدق الحيوان أنواع، الإنسان والأسد والجمل والغزال والفرس، هذه أفراد. فأنا في القضية الحملية أأخذ مفهوم الحيوان، أما حينما أقول الإنسان حيوان، عندما أقول الإنسان حيوان أنا أخذ مفهوم الحيوان هو الحساس، ثم أحمله على أفراد الإنسان اللي هم محمد وزيد وفاطمة وخديجة. واضح كده الكلام ولا غير واضح؟ هل الطلاب لم يأتون من أجل الاختبار ولا ما يعني؟ لا أدري. طب هم المفروض أعلنوا يعني. طيب، فالقضية الحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. فإذا قلت محمد ناجح فقد أثبتت النجاح لمحمد، هذا إثبات شيء لشيء. وإذا قلت محمد ليس ناجحا فقد نفيت النجاح عن محمد، قد نفيت النجاح عن عن محمد. مثالها موجبة طه قائل، وسالبة طه ليس بقائل، محمد عالم،
محمد ليس بعالم، هذا في إيه؟ فهنا حكمنا في القضية الأولى بثبوت المحمول للموضوع، وفي القضية الثانية حكمنا بنفي المحمول عن الموضوع. ولا بد أن تكون يعني فاهم العلاقة بين الموضوع والمحمول، إما إثبات وإما نفي، إما أنني أثبت المحمول للموضوع أو أنفي المحمول عن الموضوع. وقد تعرف القضية الحملية، وقد تعرف القضية الحملية بأنها ما كان طرفاها مفردين بالفعل أو في قوة المفردين، ما كان طرفاها مفردين بالفعل أو في قوة المفردين. ما كان طرفاها مفردين مثل محمد عالم، طه ناجة، فكل هذه الأمثلة تدل على أن أطراف أو طرف القضية الحملية مفردين، لأن محمد هذا مفرد وعالم مفرد. طيب، ومثال ما كان طرفاها في قوة المفردين مثل محمد قام أبوه، محمد قام أبوه، فهذه قضية حملية طرفها الأول مفرد اللي هو محمد، والثاني اللي هو قام أبوه جملة مقصود لفظها، يعني فمحمد هنا مفرد بالفعل ولكن قام أبوه هو مفرد بالقوة، لأنه هو بمعنى محمد قائم الأب، محمد قائم الأب. وكذلك مثلوا للحملية اللي هي طرفاها في قوة المفردين بقولهم الحيوان الناطق ينقل قدميه، الحيوان الناطق ينقل قدميه، فهي في قوة الإنسان ماشي، في قوة الإنسان ماشي. وإذا قلت الإنسان ساكن في قوة الإنسان ليس متحرك، في نفس القوة وفي قوة الإنسان ليس متحرك، فهذا معنى ما كان طرفها مفردين بالفعل أو بالقوة. والخلاصة أن الحملية هي ما كان طرفاها مفردين بالفعل أو بالقوة كما سبق في الأمثلة. ولماذا سميت القضية الحملية بالحملية؟ لأن فيها محمولا أي صفة تحمل على الموضوع، أن فيها محمولا أو صفة تحمل على الموضوع، فيقال إنها ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة له، فيقال إنها ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة له. ومن هنا سميت حملية لما بين طرفيها من حمل الثاني على الأول، من هنا سميت حملية لما بين طرفيها من حمل الثاني على الأول، اللي هو حمل المحمول على الموضوع، أي حمل وصف المحمول وهو الثاني على أفراد الموضوع وهو الأول. ولا بد القاعدة تكون في أذهانكم يا شباب، أنت طالب في كلية أصول الدين في أي فرقة؟ الثانية. وأنت إن شاء الله. يبقى إذن هنا عندي ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفردين، بننظر دائما إلى الموضوع من حيث الموضوع، بننظر له من حيث المفهوم ولا من حيث المصادر؟ لا، الموضوع من حيث الأفراد أي المصادر، من حيث المصادر، لكن المحمول من حيث المفهوم. فنحن نأخذ وصف وصف المحمول أو مفهوم المحمول ثم نثبت نحمله على أفراد الموضوع،
سواء بالنفي أو بالإثبات، سواء بالإثبات أو بالنفي. واضح؟ يبقى إذن نحن نأخذ وصف المحمول أو مفهوم المحمول ونحمله على أفراد الموضوع. دي قاعدة تكون في أذهانكم مهمة جدا لدارس علم، أن تكون فاهم مثل هذه الأمور، أن نحن نقصد من الموضوع الأفراد أو المصادر، ومن المحمول المفهوم. أما القضية الشرطية فهي ما ليس طرفاها مفردين. القضية الشرطية هي ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوة المفردين. وطبعا هندرس القضية الشرطية بعد ذلك. طيب، ما هي أجزاء القضية الحملية؟ قال الأخضري وصاحب السلم: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. أجزاء القضية الحملية ثلاثة: المحكوم عليه ويسمى بموضوع القضية، المحكوم عليه ويسمى إيه؟ بموضوع القضية، لأنه وضع ليحمل عليه شيء، والموضوع هو المسمى في علم البلاغة بالمسند إليه، وفي علم النحو يسمى بالمبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل. يبقى موضوع القضية ده اللي هو المسند إليه في علم البلاغة، أو الفاعل أو نائب الفاعل أو المبتدأ في علم النحو. وموضوع القضية دائما رتبته التقديم، في الغالب رتبته التقديم، حتى وإن ذكر متأخرا. أنت اسمك إيه؟ خير الله. فأنا ممكن أقول خير الله ناجح، ما هنا خير الله موضوع القضية، وناجح هو إيه؟ محمول القضية. وممكن أقول نجح خير الله، فإذا قلت نجح خير الله أين الموضوع وأين المحمول؟ خير الله موضوع، حتى وإن إيه؟ وإن تأخر في الرتبة. يبقى إذن موضوع القضية دائما هو يعني موضوع القضية رتبته التقديم حتى وإن ذكر آخرا. إذا قلت طه عالم، فطه يسمى بالموضوع لأنه وضع ليحمل عليه العلم وهو مقدم في الرتبة. وإن ذكر آخرا، يعني حتى إذا قلت العالم هو طه، وهنا في المثال المذكور طه عالم، الموضوع مقدم لفظا ورتبة، قد يكون مقدم رتبة فقط، ولكن هو في الغالب يكون مقدم في اللفظ غالبا يعني. ومثال الموضوع المقدم رتبة لا لفظا: قام عبد المجيد، فالمحكوم عليه هو عبد المجيد، وهو متأخر لأن المحمول متقدم، لأن قام هو المحمول وهو متقدم، يبقى إذن عبد المجيد هنا متأخر لفظا لا رتبة. إذا قلت قام خير الله ولا خير الدين؟ إذا قلت قام خير الله، قام خير الله، يبقى إذن هنا الموضوع هو خير الله حتى وإن تأخر في الرتبة. والمحكوم به ويسمى محمولا، يبقى الموضوع بيسمى المحكوم عليه، والمحمول بيسمى الايه؟ المحكوم به. ويسمى محمولا لانه يحمل على غيره، ويسمى محمولا لانه يحمل على غيره، ورتبته التاخير وان ذكر اولا، ورتبته التاخير وان ذكر اولا، كما هو الحال في اللغه العربيه مثل محمد ناجح،
فالمحمول في المثال ناجح والمحكوم عليه، وفي هذا المثال أتى المحمول متأخرا لفظا ورتبة، ومثال المحمول المتقدم لفظا لا رتبة نجح خير الله مثلا، يبقى ده متقدم لفظا لا رتبة، يبقى المحمول هنا متقدم. إذن نخلص من كل هذا أن القضية يعني أجزاء القضية ثلاثة: موضوع ومحمول ورابطة. الموضوع هو المحكوم عليه سواء ذكر طبعا هو المتقدم في الرتبة حتى وإن تأخر لفظه. سلام، هناك طلاب؟ هناك طلاب في الموجود؟ هم لا يعرفون أن المحاضرة هنا؟ طب ممكن حد يبلغهم يأتي بهم، تعرف المكان القديم؟ ممكن لو هناك طلاب يأتي بهم أعرفهم بالمكان الجديد. إذن الموضوع هو المحكوم عليه ويسمى موضوعا لأنه وضع ليحمل عليه، وموضوع القضية رتبته التقديم حتى وإن ذكر آخرا، والمحمول يسمى المحكوم به ورتبته التأخير حتى وإن ذكر أولا، وقد ذكرنا أمثلة لذلك. الجزء الثالث هو الرابطة، والرابطة وهي اللفظ الدال على الربط بين الموضوع والمحمول. الرابطة هي اللفظ الدال على الربط بين الموضوع والمحمول، لأن أنا عندي مثلا خير الله ناجح، فخير الله هو موضوع القضية وهو مفرد، وناجح محمول القضية وهو أيضا مفرد، فالرابطة هو ربط المحمول بالموضوع. لكن إذا قلت خير الله فقط تصور، ناجح فقط أيضا تصور، لكن إذا قلت خير الله ناجح صارت جملة، صارت خبر، أصبح تصديق، لأنه مكون من موضوع هو خير الله، ومحمول هو ثبوت النجاح لخير الله، ورابطة، الرابطة هنا ليست لفظية، وربط المحمول بالموضوع، فالرابطة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، ولذلك القضية ممكن تكون ثنائية وممكن تكون القضية إيه؟ ثلاثية. خلصت يا ولدي؟ طب خلاص انتظر أما نخلص بس المحاضرة وأشوف يعني ادالك تعديلات ولا حاجة؟ عدلتها؟ طب عدلها عشان خاطر لما مضيلك ما تبقاش فيه. طيب خلاص بعد المحاضرة بقى اسمع معانا المحاضرة. إذن نحن نتحدث الآن عن إيه؟ عن أجزاء القضية الحملية. فالأجزاء القضية الحملية: الموضوع وهو المحكوم عليه، والمحمول وهو المحكوم به، والرابطة وهي ربط المحمول بالموضوع، ربط الإيه؟ المحمول بالموضوع. الرابطة قد تكون، القضية قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية. إذا قلت خير الله ناجح القضية هنا ثنائية، لكن يوجد ربط بين المحمول والموضوع. يبقى إذا قلت خير الله هو ناجح أصغرت ثلاثية، فالرابطة قد تكون لفظية وقد تكون غير إيه؟ غير لفظية. والرابطة هذه هي النسبة الكلامية الواقعة بين الموضوع والمحمول، وهي التي تدل على الوقوع والانتزاع أو أي الإجاب والسلب على مذهب القدماء المناطق. والرابطة الكلامية هي التي تربط الموضوع بالمحمول عند المتأخرين. أما النسبة الحكمية اللي هو الوقوع والانتزاع، يعني إيه الوقوع والانتزاع؟ اللي هو ثبوت النجاح
لخير الدين لخير الله او نفي النجاح عنه، هذه تسمى الحكم او الرابطه الحكميه او النسبه الحكميه، اللي هو الوقوع والانتزاع، اي الايجاب والسلب. فهذا هو الجزء الرابع عند المتاخرين. يبقى كان عند المتقدمين القضيه اجزاءها ثلاثه: موضوع، محمول، رابط، اللي هي الرابطه التي تربط المحمول بالموضوع. لكن عند المتاخرين لا، فعندهم كده تكون القضيه لها جزء رابع، لان في فرق بين الرابطه الكلاميه اللي هي تربط الموضوع بالمحمول والرابطه اللي هي النسبه الحكميه التي يلزم منها ثبوت المحمول للموضوع او نفي المحمول عن الموضوع. يعني اذا قلت محمد ناجح يبقى هنا ثبوت النجاح لمحمد، دي اسمها الحكم او النسبه الحكميه وثبوت المحمول للموضوع. او محمد ليس ناجحا يبقى هنا نفي الحكم، نفي النسبة الحكمية، يعني سلب النجاح عن محمد. واضح الكلام؟ طبعا الرابطة قد تكون زمنية إذا كانت فعلا مثل محمد كان عالما، وقد تكون غير زمنية إن كانت اسما مثل محمد هو عالم. إذا ذكرت القضية كانت إذا ذكرت الرابطة كانت القضية ثلاثية، وإن لم تذكر فالقضية تصبح ثنائية، وكثيرا ما تحزن. طبعا الرابطة ليست محصورة في كان وهو فقط، بل بتشمل أشياء أخرى، أي لفظ بيربط المحمول بالموضوع. الحكم هو النسبة الحكمية، الحكم هو النسبة الحكمية. وأعتقد أن أنتم قبل ذلك إحنا لما تحدثنا عن مفهوم التصديق في البداية قلنا أن التصديق عند المناطقة مؤلف من أربعة أجزاء: الموضوع، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، تصور هو الحكم. فهذه أجزاء أربعة عند المناطقة وعند الإمام الرازي. أما عند الحكماء فقلنا أن التصديق هو عبارة عن الحكم فقط، يعني عند الفلاسفة التصديق عبارة عن الحكم فقط. إذن عند الإمام الرازي التصديق مكون من أربعة أجزاء: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، تصور هو الحكم. أما عند الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط، لكن لابد أن يشتمل على ثلاثة شروط، لابد أن يكون له ثلاثة شروط: شرط اللي هو تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة. هذه التصورات هي شروط لا يتحقق التصديق بدونها. واضح؟ طيب، الحكم إذن هو النسبة الحكمية، وهو إدراك أن النسبة واقعة إن كانت القضية موجبة، أو ليست بواقعة إن كانت القضية سالبة. وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء القضية الحملية عند المتأخرين. أما المتقدمون أي الحكماء فأجزاء القضية عندهم ثلاثة، لأن الرابطة تشمل النسبة الحكمية، الرابطة تشمل النسبة الحكمية والكلامية سواء كانت ملفوظة أو كانت معقولة. طيب، هذه عن أجزاء القضية الحملية. إذن هي باختصار موضوع، محمول، رابطة، حكم. الموضوع هو المحكوم عليه، المحمول هو المحكوم به، الرابطة التي تربط المحمول بالموضوع، الحكم هو الإيقاع والانتزاع اللي هو وقوع النسبة إذا كانت القضية موجبة وسلب النسبة إذا كانت القضية سالبة. بعد ذلك عندنا أقسام القضية الحملية. الحقيقة ويجب أن نتنبه لهذا أن القضية الحملية لها تقسيمات مختلفة، فالأول أقسام القضية باعتبار الموضوع،
والثاني التقسيم الثاني اعتبار يعني تقسيم القضية باعتبار الـ وجودها أو عدم وجودها، إلى وجود إلى 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 خارجية وحقيقية وذهنية، ولها تقسيم ثالث باعتبار العدول والتحصيل، يعني القضية تنقسم إلى معدولة وإلى محصلة. طبعا فرق كبير بين العدول والتحصيل، لأن إذا قلنا مثلا شريك الباري ليس بصيرا، ما نوع هذه القضية؟ شريك الباري ليس بصيرا، ما نوع هذه القضية؟ سالبة. طيب إذا قلت شريك الباري غير بصير، ها منا معدولة، والمعدولة تكون إيه؟ موجبة. طب شريك الباري ليس بصيرا، صادقة ولا كاذبة؟ صادق. هو شريك الباري هو غير موجود أصلا، وبالتالي هو ليس بصير. طب لكن إذا قلت شريك الباري غير بصير، شريك الباري غير بصير، هذه موجبة ولا سالبة؟ لا موجبة، موجبة معدولة يا مولانا. شريك الباري غير بصير معدولة، ما دام معدولة تصير موجبة. فإذا قلت شريك الباري غير بصير كذبة. ليه؟ لأن شريك الباري ده معدوم غير موجود، فكوني أثبت له عدم البصر لابد أن يكون في موضوع القضية، موضوع القضية الموجبة لابد أن يكون موجود، وإلا تصير كاذبة. يعني موضوع القضية الموجبة لابد أن يكون موضوعا موجودا. فإن إذا قلت الآن خير الله ناجع، ما اسمك؟ خير الله إيه؟ خير الله إيه اسمك؟ خير الله إيه؟ هشامي. جدك اسمه ايه؟ شافعي. 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 جدك يعيش ولا توفي؟ توفي. اذا قلت شافعي عالم تصلح؟ كذبه، لان شافعي ما موت، ميت. شافعي ميت، وموضوع القضية الموجبة لابد أن يكون إيه؟ موجود وليس معدوما. لكن إذا قلت خير الله عالم، صادقة، لأن خير الله موجود أهو الآن. فإذا موضوع القضية الموجبة لابد أن يكون موجود. فحينما أقول شريك الباري غير بصير كاذبة، لأن القضية موجبة وموضوعها غير موجود هو شريك الباري. شريك الباري هذا معدوم، واضح؟ لكن تصدق في السالب، المعدوم يصدق في السالب، السالبة ممكن يكون موضوعها معدوم، واضح؟ طيب فنحن أولا سنأخذ تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. يقول الأخضري كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل. خد بالك عندنا بتنقسم القضية الحملية باعتبار الموضوع إلى ثلاثة أقسام: شخصية دي موضوعها شخص واحد، وطبيعية، ومصورة. يبقى التقسيم الأول القضية الحملية باعتبار الموضوع بتنقسم إلى إيه؟ ثلاثة أقسام: شخصية وطبيعية ومصورة. نأخذ القسم الأول وهو إيه؟ القضية الشخصية. الشخصية ما كان موضوعها شخص معين، إذا قلت محمد عالم
هذه قضية شخصية. أحمد قائم قضية شخصية، عبد العزيز نائم قضية شخصية. إذا قلت الله قادر، ولماذا لا نقول شخصية؟ ها؟ يا ما هو موضوعها فرض واحد، الله عالم، أليس موضوعها فرض واحد؟ طب ولماذا لا نقول شخصية؟ ها؟ لا ليس تعظيم، حتى لا يوهم التكسيب، حتى لا يوهم التكسيب، إن الشخص يدل على فرض معين فيوهم التكسيب. فنحن إذا قلنا الله عالم تكون القضية هنا مخصوصة، إذا نقول الله قادر تكون القضية أيضا مخصوصة. يبقى طب محمد رسول الله ما نوع هذه القضية؟ عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني للمسلمين، شخصية، لأن الموضوع هنا الموضوع هنا شخص معين. القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، القضية هنا إيه؟ شخصية، لأن القاهرة واحد، شخص معين. والمناطق اعتبروا القضية الشخصية في قوة الكلية. ليه؟ لماذا اعتبروا الشخصية في قوة الكلية؟ خد بالك، أنا إذا قلت كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه القضية كلية ولا جزئية؟ كلية، لأن حكمت على أفراد الموضوع وهو إنسان على جميع أفراد الموضوع بالحيوانية، يبقى هنا كلية. كلية لأن حكمت على جميع الأفراد الموضوع بوصف المحمول اللي هو الحيوانية، فكأن المحمول شامل لكل أفراد الموضوع، المحمول بيشمل كل أفراد الموضوع، فكذلك الشخصية الحكم فيها بيشمل الموضوع كله. إذا قلت خير الله ناجح، يبقى كأن هنا المحمول بيشمل الموضوع كله، فرض واحد اللي هو خير الله، اللي هو ثبوت النجاح لخير الله. يبقى إذن هنا ما قالوا في قوة الشخصية في قوة الكلية، لأنها من حيث الحكم يحكم فيها على إيه؟ الوصف المحمول يكون شامل لكل إيه؟ لكل الموضوع، هو شخص واحد. وإذا قلت عبد العزيز عالم، أيضا ثبوت العلم هنا لمين؟ للموضوع كله اللي هو عبد العزيز. فهنا أنا حكمت بالعالمية اللي هي وصف المحمول لكل الموضوع المتمثل في شخص واحد وهو عبد العزيز. واضح؟ يبقى هنا بنقول إن الشخصية في قوة الكلية ليه؟ من حيث الحكم، لأن المحمول بيغطي كل الموضوع، والموضوع هنا فرد واحد في الشخصية. وسميت شخصية لأن موضوعها شخص معين، وتسمى مخصوصة إذا كان موضوعها هو الذات الأقدس، ذات الله سبحانه وتعالى. أنا أقول الله عالم، الله مريد، الله قادر، الله حي، الله متكلم، إلى آخره. فهذه القضايا لا نصح أن نقول فيها أنها شخصية، لأن التشخص من سمات الحوادث، التشخص إيه؟ من سمات الحوادث. والصواب والصحيح أن نقول فيها أنها مخصوصة، نقول فيها أنها إيه؟ مخصوصة، حتى لا توهم التشبيه، حتى لا توهم التشبيه. لكن في اعتراض، في اعتراض، أو قد يعترض، قد يعترض علينا، وبالفعل
أقول لك ما المانع أن أقول بأن الله قادر؟ قضية شخصية. ألم يرد الحديث الذي يقول لا شخص أغير من الله؟ يعني ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله. وقال عبد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. وبالتالي ما دام ورد الحديث بهذا فيجوز أن أسمي القضية قضية شخصية. تنبه، لكن يرد على هذا الكلام، يرد على هذا الكلام بالنقد، بنقد هذا الكلام. وهذا الكلام كيف ينقض؟ لا شخص أكثر الروايات الواردة في كتب السنة لا أحد، وهذه الرواية رواية شاذة يعني، لكن الصحيح الرواية الواردة في أكثر الطرق لا أحد، لا أحد أغير من الله بدلا من لا شخص. فهذه الرواية رواية شاذة لا تقول لا شخص، وكأن لفظ لا شخص من تغيير الراوي كما ذكرت المصادر. يعني علقها مصطفى الباغة في الحاشية، في حاشيته على شرح على صحيح البخاري، قال لا شخص الأصح أن يقال لا أحد كما في الحديث. وأكثر الروايات الواردة في هذا الحديث واردة بلفظ لا أحد. وابن حجر علق في فتح الباري على هذا الباب وقال كذا لهم، ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص، وكأنه من تغيير الراوي، أي من تغيير الراوي. ده أولا. طيب لو فرضنا إن الرواية لا شخص صحيحة ولا يوجد غيرها، فهذه الرواية من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد، العقائد لا يعمل بها إلا بالمتواتر، وبالتالي يجوز تأويل هذا النص أو هذا الحديث. مرحبا يا فوز الأخيار، انتهيت من الرسالة؟ تمام. إذن هنا القضية الشخصية، وما كان موضوعها شخص واحد، وفي جناب الله تعالى نقول الله عالم، الله قادر، الله مريد، نقول مخصوصة ولا نقول شخصية. لماذا؟ لأن التشخص يوهم التقسيم ويوهم التشبيه، وبالتالي الأولى والأصح أن نقول مخصوصة بالنسبة لله ولا نقول شخصية. ويرد على اعتراض الوارد الذي يستدل بجواز تسمية القضية الله عالم أو الله قادر بأنها شخصية بدليل الحديث الذي يقول لا شخص أغير من الله، نقول الصحيح في هذه الرواية لا أحد وليس لا شخص، وكأن هذه الرواية حدث فيها تغيير من بعض الرواة ومن الراوي، وهي رواية شاذة، والصحيح فيها لا أحد أغير من الله. ولو فرضنا أن الرواية صحيحة فهي تقبل التأويل حتى لا يوهم التكسير، حتى لا يوهم التشبيه والتكسير. لكن نحن في حالتنا هذه لسنا في حاجة إلى التأويل. ليه؟ لأن الرواية الصحيحة وردت بلفظ لا أحد. القسم الثاني، واضح القضية الشخصية ولا غير واضح؟ القسم الثاني من أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع، وهو القضية الطبيعية. القضية إيه؟
الطبيعية، وهي ما كان موضوعها كليا ولم يقصد به الأفراد، ما كان موضوعها كليا ولم يقصد به الأفراد. يعني زي إيه؟ إذا قلت الحيوان جنس، بالك الحيوان جنس لم يقصد به الأفراد، هنا الضاحك فصل، أو عفوا الضاحك خاصة، والناطق فصل، والمشي عرض عام. يبقى هنا الحيوان جنس لم يحكم فيها على أفراد الموضوع، بل يحكم فيها على مفهوم الموضوع وليس على إيه؟ أفراد. وهذا ما قلت له لكم من قبل، أن الأصل أن ننظر في القضية في الموضوع من حيث الأفراد، وفي المحمول من حيث المفهوم، فنحمل مفهوم القضية مفهوم المحمول، ثم يثبت أو يحمل على أفراد الموضوع، سواء بالإيجابي أو بالإيه، سواء بالإيجابي أو بالسلبي. إذن حينما يقول الحيوان جنس، الناطق فصل، الضاحك خاص، كل هذا يعد قضية طبيعية، وسميت القضية طبيعية نسبة إلى الطبيعة، وهي الماهية والحقيقة لمفهوم الموضوع. ولما كانت القضية الطبيعية يقل استعمالها في العلوم، لم يبحث عنها المناطق لم يبحثوا عنها، ولذلك هي ليست معتبرة عند المناطق، وإنما هم ذكروها يعني تتميما للفائدة، لكنها ليست معتبرة. والتقسيم لصاحب السلم قسمها إلى شخصية وكلية وجزئية ومهملة إلى أربعة، لكن نحن هنا قسمناه إلى شخصية وطبيعية ومصورة، والمصورة تنقسم إلى كلية وجزئية ومهملة، إلى كلية وجزئية ومهملة. يبقى إذن أنا عندي هنا في هذا التقسيم باعتبار موضوع القضية، لأن إذا قلت محمد عالم فالموضوع هنا محمد شخص واحد، صارت شخصية. الله قادر، الموضوع هنا فرد واحد، فسميت مخصوصة، وبينا لماذا سميت مخصوصة ولم تسمى شخصية. الحيوان جنس هذه قضية طبيعية، قضية طبيعية، لأننا حكمنا على مفهوم الموضوع وليس على إيه؟ على أفراد الموضوع. واخد بالك يا فوز الأخيار، حكمنا على مفهوم الموضوع في الطبيعية، يكون الحكم فيها على مفهوم الموضوع لا على أفراد الموضوع. والمصورة وهو القسم الثالث، هي ما كان موضوعها كلي، مثل الإنسان حيوان، الإنسان هذا كلي ولا جزئي؟ فموضوع القضية هنا هو الإنسان، هو المحكوم عليه، هو كلي لأنه مقول على كثيرين فيكون كليا. وهذا القسم هو الذي يهتم به المنطق. والقضية الحملية بهذا الاعتبار، المصورة تنقسم إلى كلية وجزئية ومهملة، ده بالنظر إلى صور القضية، بالنظر إلى صور القضية. فإذا كانت مصورة بالصور الكلي صارت كلية، يعني إذا قلت كل الطلاب ناجحون، هذه كلية، وكلية إيه؟ كلية إيه؟ موجبة ولا سالبة؟ موجبة. لا شيء من الحي بجماد،
هذه كلية سالبة، سلبت وصف المحمول عن كل أفراد الموضوع. لا واحد من الطلاب براسه. إذن هنا الصور إما أن يكون كلي أو جزء، والكلي في صور لكل الإيجاب وفي صور لكل السلب. فهنا لا شيء لا واحد يدل على الكلية، لكن كل وجميع وقاطبة يدل أيضا على الكلية في الإيجاب. طب وإن كانت القضية مصورة بالصور الجزئي زي بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان اللي هي موجبة، طيب بعض النبات قمح جزئية موجبة، يعني بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان جزئية موجبة، بعض النبات قمح جزئية موجبة. طب وإن كانت القضية مصورة بالصور الجزئي الذي يدل على السلب، مثل قولنا بعض الأصدقاء ليس وفيا، بعض الأصدقاء دي جزئية سالبة، ليس بعض الطلاب، ليس بعض الطلاب ناجحا، أيضا هذه جزئية سالبة. طب والمهملة، المهملة التي لا يوجد فيها صور، المهملة هي التي لا يوجد فيها صور يدل على كمية الأفراد بالكل أو البعض. إذا قلنا مثلا إيه الطلاب ناجحون، يعني أنت تسألني ما حال الطلاب، أنا عندي 1000 طالب نجح منهم 990 طالب، فأنا نسبة نجاح عالية، قلت لك الطلاب ناجحون لأن الراسب عدد قليل لا يسكر. لكن الإنسان حيوان أيضا مهملة ليس فيها صور. الطيبون للطيبات مهملة ليس فيها صور. والعصر إن الإنسان لفي خسر مهملة ليس لها صور. لكن القضية المهملة لأن المنطق يعني يعد قوانين عامة يجب أن يطبق على سائر الجزئيات، فكانت القضية المهملة قالوا أنها في قوة الجزئية، يعني إذن هي ليست جزئية حقيقية، لا هي في قوة الجزئية لأنها تصدق مرة جزئية وتكذب مرة، تصدق مرة وتكذب أخرى. فهنا القضية المهملة قالوا أنها في قوة الجزئية. طب أنا هجيب لك مثال، كل إنسان حيوان، يعني إيه كل إنسان حيوان؟ يعني لا يوجد إنسان إلا وهو حيوان، لأن معنى حيوان يعني كائن حي. فهل وجد من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة إنسان ليس حيوانا؟ أي إنسان لابد أنه مر بالحياة، أنه كائن حي يوصف بالحياة في وقت معين. يبقى كل إنسان حيوان دي كلية، هل تستثني أحد؟ وصادقة ولا كاذبة؟ صادقة. طب إذا قلنا الإنسان حيوان، ما نوع هذه القضية؟ مهملة. طب ما هو نفس اللي صادق في كل إنسان حيوان هو نفسه يصدق في الإنسان حيوان، فهي تصدق كلية في هذا المثال. يعني المهملة هنا رغم أنها مهملة لا يوجد فيها صور، لكنها صادقة في الكلية، صادقة في الكلية ولا غير ليست صادقة؟ صادقة. طيب الطيبون
للطيبات. ما نوع هذه القضية؟ مهملة. لكن هل كل طيب يتزوج طيبة؟ ولا ممكن طيب يتزوج بخبيثة؟ طيب، وممكن خبيث يتزوج بطيبة؟ ها؟ ممكن. طب إذن هنا الطيبون للطيبات، لو قلنا كل الطيبون للطيبات تصبح كاذبة، لأن الواقع يقول أن بعض الطيبين يتزوج بعض الخبيثات، وبعض الخبيثات تتزوج بعض الطيبين، مش كده ولا إيه؟ إذن تكذب هنا، تكذب هنا في الكلية، يبقى هنا الطيبون للطيبات لا تصدق كلية أبدا بل تصبح كاذبة، لكن جزئية تصدق ولا لا تصدق؟ في الجزئية تصدق، ولأن المنطق قوانين عامة لا يصح أن يطبق في مثال وفي مثال لا، فالمناطقة اعتبروا أن المهملة في قوة الجزئية يعني تعامل معاملة الجزئية، وخاصة حينما ندخل على تناقض وعلى العكس وعلى القياس نتعامل مع المهملة على أنها جزئية، نتعامل مع المهملة على أنها جزئية. يعني إذا قلت الإنسان حيوان، نقيض المهملة، دي المهملة موجبة، دي مهملة إيه؟ نقيضها إيه؟ نسيت المنطق لفوز الأخيار؟ في حاجة اسمها كلية جزئية؟ أيوة، لأن احنا عندنا في مربع أرسطو الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة، والكلية السالبة نقيضها جزئية موجبة. طب الإنسان حيوان، لكي أأتي بنقيض لها أتعامل معها على أنها جزئية رغم أنها تصدق في الكلية، في هذا المثال يعني تصدق في هذا المثال كلية، لكن أنا المنطق لا يتعامل معها إلا لأنها جزئية. فالإنسان حيوان كأني قلت بعض الإنسان حيوان، يبقى نقضها كلية سالبة، أقول لا واحد من الإنسان بحيوان كاذبة، والتناقض لابد أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فالإنسان حيوان صادق لكن هي جزئية، لكن نقضها أأتي بنقضها إيه؟ كلية سالبة. يبقى كأن المهملة بتعامل معها على أنها جزئية، فتقول للطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات هذه قضية مهملة، فهي إذن هي جزئية، بعض الطيبين لبعض الطيبات، وبعض الخبيثين لبعض الخبيثات، صادقة ولا كاذبة؟ تصدق ولا لا تصدق؟ تصدق في البعض في الجزئية، وبالتالي لما تعامل مع المهملة تصدق في الجزئية على الدوام والاستمرار، لكن في الكلية تصدق مرة وتكذب مرة. ومن هنا قال المناطقة المهملة في قوة الجزئية، لأن المهملة تصدق في الجزئية على الدوام والاستمرار، والمنطق لأنه قوانين عامة لابد أن إيه؟ يصدق في كل الأمثلة، فلكي تصدق المهملة في كل الأمثلة لابد أن تعامل على أنها جزئية. عرفت ليه كانت المهملة في قوة الجزئية؟ لأنها تكذب في الكلية مرة وتصدق مرة، والمنطق قوانين عامة، والقانون العام لابد أن يكون صادق في كل الأمثلة. واضح؟ يبقى وإن كانت مهملة من الصور فهي في حالة الإجاب مثل الإنسان حيوان والمجتهد ناجح، إن الإنسان لفي خسر، وفي حالة السلب مثل ليس الكسول ناجح وليس بعض الأحجار بنفيس. وبما أن الطبيعية غير معتبرة عند المناطقة
فالقضايا الحملية التي يتم دراستها أربعة: شخصية، وهي ما كان موضوعها شخص معين وشخص وتسمى شخصية، وإذا كانت تتعلق بالذات الإلهية تسمى مخصوصة، وكلية، وهي ما كانت موضوعها كلي فبها صور يدل على شمول الحكم لجميع الأفراد، وجزئية، وهي ما كان موضوعها كلي وبها وما يدل على أن الحكم على بعض الأفراد، والمهملة، هي ما كان موضوعها كلي وليس فيها ما يدل على كمية الأفراد كلاً أو بعض. لكن السؤال هنا يا شباب، موضوع القضية الكلية كلي مش كده؟ لازم يكون كلي. طب وموضوع القضية الجزئية؟ جزئي؟ ها؟ موضوع القضية الجزئية يا شيخ جزئي ولا كلي؟ ها؟ قد يكون جزئي؟ كيف تكون جزئية وموضوعها كلي؟ موضوعها كلي ولا جزئي؟ موضوع القضية الجزئية كلي ولا جزئي؟ خطأ. موضوع القضية الكلية الجزئية كلي، كما قال زميلة، موضوع القضية الجزئية كلي. نحن نقول أقسام القضية الكلية أقسام القضية باعتبار الموضوع، فقلنا شخصية وطبيعية ومصورة. المصورة لابد وأن يكون موضوعها كلي، سواء كانت كلية أو جزئية أو مهملة، فالكلية موضوعها كلي. الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ده موضوعها كلي اللي هو الإنسان. الجزئية موضوعها أيضا كلي، بعض الإنسان أو بعض الحيوان إنسان، الموضوع هنا كلي. المهملة الإنسان حيوان، أيضا موضوعها كلي. فالمصورة لابد أن يكون موضوعها إيه؟ كلي، حتى لا تقع في الخطأ، يعني لا تظن أنها ما دام هي جزئية يكون موضوعها جزئي. لا، موضوع الجزئية كلي، المصورة لابد وأن يكون موضوعها إيه؟ كليا. المصورة لابد وأن يكون موضوعها كليا. عندنا بعد كده في تقسيم تاني للقضية، وهو تقسيم القضية باعتبار الحكم أو باعتبار الكيف، هو باعتبار الإجاب والسلم. يعني الحقيقة لأن العدد يعني قليل، يعني أنا هكتفي بهذا اليوم اللي هو تقسيم القضية الحملية. خذنا التقسيم الأول، وهو تقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع، وقلنا أن القضية الحملية باعتبار الموضوع بتنقسم إلى شخصية، وهو ما كان موضوعها شخص معين مثل محمد عالم في الإجاب، محمد ليس بعالم في السلب، وطبيعية، وهي ومخصوصة طبعا إذا كان موضوعها هو الذات الأقدس، فأن نقول الله عالم أو الله قادر يبقى إذن مخصوصة. وقلنا ولم نقل قلنا مخصوصة ولم نقل شخصية حتى لا توهم التشبيه والتكسير. وغيرنا الاعتراض الذي يقول لا شخص أغير من الله، وقلنا بأن هذا الحديث رواية شاذة، والرواية الصحيحة لا أحد أغير من الله، وعلى فرض صحة الحديث يؤول الحديث، لأن الأخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد. ثم الطبيعية، وهي ما كان ينظر إلى موضوعها من حيث المفهوم وليس من حيث المصدر. فنقول الحيوان جنس، والإنسان نوع، والناطق فصل، والضاحك خاص، والماشي عرض عام. فهنا بينظر للموضوع من حيث مفهومه لا من حيث أفراده،
لذلك سميت القضية طبيعية. ولما كانت القضية الطبيعية غير مستعملة في العلوم فلم يهتم بها المناطق، وبالتالي يبقى معنى المصورة اللي هي كلية، مصورة بصور كل، سواء صور إيجاب أو صور سلب أو صور جزئي إيجابا أو سلبا، أو ليست مصورة اللي هي المهملة. فأنا ممكن أخذ مثال واحد أقول كل إنسان حيوان، كلية موجبة. بعض الحيوان ليس بإنسان، جزئية سالبة. طيب إذا قلت في المهملة الإنسان حيوان، مهملة موجبة، الإنسان ليس حيوانا، مهملة سالبة. ولذلك إذا المعتبر عند علماء المنطق أربعة: الشخصية والكلية والجزئية والمهملة، وكل منهما بتنقسم إلى موجبة وإلى سالبة. وقلنا أن الشخصية في قوة الكلية لأن الحكم فيها يكون على يشمل كل، يستغرق الموضوع كله، يعني الموضوع فيه مستغرق. يعني إذا قلت الإنسان حيوان هنا هذه كلية، إذا قلت كل إنسان حيوان هنا في الكلية الموضوع كله مستغرق من المحمول. طيب إذا قلت محمد عالم فأيضا هنا الموضوع كله مستغرق لأنه بيشمل الموضوع كله، المحمول كله. وأيضا بتصلح أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول اللي هو الشخصية، تصلح أن تكون مقدمة. شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فبتصلح الشخصية أن تكون كبرى في قياس من الشكل الأول، تصلح تحل محل القضية الكلية الموجبة أو السالبة. طيب وقلنا أن المهملة في قوة الجزئية، لأن قلنا في قوة الجزئية لأن القضية المهملة تصدق كلية مرة وتجذب أخرى، ولأن المنطق قوانين عامة لابد أن تصدق في قوة في كل الأمثلة، وهي لا تصدق في كل الأمثلة إلا إذا اعتبرناها جزئية، فنتعامل مع المهملة على أنها جزئية. هذا هو تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. وقلنا أن القضية الحملية باعتبار الموضوع موضوعها كلي في القضية المصورة، سواء كانت كلية موضوعها كلي، جزئية موضوعها كلي، مهملة موضوعها كلي. واضح الكلام؟ بنقف عند تقسيم القضية إلى من حيث الكيف إلى قسمين اللي هو الإيجاب والسلب، وده سوف نتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لكن أظن الأسبوع القادم الأحد أجازة رسمية، عطلة رسمية. هل بيكون المسجد هنا أجازة في الأجازات الرسمية؟ لا أدري، أظن بيكون أجازة، أظن مع العطلات الرسمية بيكون أجازة، وهنتأكد يعني إن شاء الله. تابعوا الإعلان على الصفحة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.